انت جدع، انت على طول مبوز كده. نعم، من ساعه ما ركبنا القطر وانت وشك عامل زي المكوى البلدي. احنا هنهرج يا دفعه. اسمي خليل مش دفعه. في شهاده البكالوريوس خليل، في شهاده الميلاد خليل. انت بقى اسمك ايه؟ فايق قوي. اهلا استاذ فايق قوي. اسمي محمد المغاوي. انا شخصيا مش هقول لك غير يا مكوى. لا مؤاخذة يا رجالة، في عندكم مكان للدفعة زميلكو؟ في جنب هنا حتة تمليك بالعملة الصعبة. ابسط يا عم، هتنام جنب أراجوز. هو البيه منين؟ من الزمالك. واسمك لولو؟ اسمي رؤوف حسنين، دبلوم فنون مسرحية. يعني ما غلطتش قوي، برضه بتاع شيكابيكا. وبعدين معاك يا خليل. سيبه سيبه، لازم اكون من ضرب شكامبة عشان اعجبه. مش عرفك اني من ضرب شكامبة؟ شوف يا حدق، انا عارف ان اوحش حاجة في الجيش ان اولاد الناس زيهم زي اولاد. لا هتقل ادبك هرشمك. اي واحد هنا اهله صارفين عليه قدك 10 مرات. ده محامي، ده دكتور، ده مهندس، ده مدرس، واللي يدور عليك يلاقيك ساكن في بطرون في الزمالك. اخلص، قال لي على فندم ساكن عوامات. هتقل ادبك يا انت. هو انا ايه اللي حصل؟ الله حقك عليا يا رؤوف، ما تزعلش خلاص بقى. هتقل ادبك يا خرشيم. صل على النبي يا خليل. طابة مكوى. ايه يا دفعة؟ بتبص لي كده ليه؟ سيادتك مش عارفني. اتكلم على طول، عايز ايه؟ سيادتك مروان. مروان الأخرس مش كده؟ كنا بنشتغل سوا عند زريعة في غزة. ياسر الغزاوي؟ أهلا. مؤاخذة يا فندم، سيادتك كنت لا مؤاخذة، سيادتك كنت أخرس. ولا اخرس ولا حاجه، دي كانت حركه بتاعت وقتها بس. طب كنت اشول بقى؟ ولا اشول كمان.